السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة شاف بربوش السهام، مطبخ أم ريان للأعراس، الجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس. لهنايا كنا يوم 17 أوت 2024 في بغلية. بغلية هذه في ولاية بومرداس، قريبة لبرج منايل، قريبة المناطق. المهم في ولاية بومرداس كنا عند العائلة الطيبة، عائلة الأخت نادية أختي وصديقتي ومتابعتي الوفية، الله يكثر خيركم على حسن الاستقبال نادية، وربي يفرحكم إن شاء الله، وربي يجعل قمر ذرية صالحة، وقمر يضوي لكم حياتكم الله يا ربي. المهم أختي نادية، واش نقول لك، يعجز اللسان عن التعبير، كانت فرحانة والمجموعة كانوا فرحانة بها ثاني. الحقيقة نتاع بنتها قمر ما شاء الله تبارك الرحمن، أكرمت الضيوف، أكرمت العاملات، أكرمت العاملات اللي كانوا كامل العاملات التاوعي، يعني زميلاتي واللي كانوا في الصالة. إن شاء الله ربي يفتح لك أبواب الخير والرزق والتيسير. عندي واحد المتابعات، شو نقول لكم، صراحة جاتني يعني عروض مغرية لبيع قناتي بالملايين كما يقولوا، يعني ماشي يعني مبالغ جد كبيرة، مبالغ حتى تقدري تشري بها قطعة من الأرض، ولا مبلغ كبير يعني صراحة. الإنسان حتى يحول له النية تاعو، اللهم المستعان، ما يكونش إيمانه قوي صراحة تبيعيها فاسيلمو. مي بصح واش نقول لكم، أنا من الأول من البداية نويتها صدقة جارية، شغل الشيطان بدا يلعب بيا في أيامات كورونا، قلت فعلت الأدسنس باش نولي ندخل منها، فعلت ولكن الحمد لله ما دخلت منها لا دينار ولا دولار ولا دورو ولا أورو، الحمد لله يا ربي. نويتها صدقة جارية، وما عند الله خير وأبقى. أنا دايره ثقة كبيرة وإيمان قوي في ربي سبحانه، هو اللي يرزقني، وأكيد كي يخلصني ربي مش كي يخلصني العبد سبحان الله. نويتها صدقة جارية وتبقى صدقة جارية، والحمد لله عندي ناس عزاز فيها وناس اللي سنين هما يتبعوا فيها سبحان الله. القناة هذه قد ما تعبت عليها، بس قد ما أنا فرحانة بالناس اللي تعرفت بهم عبر القناة، ولو صديقاتي في المباشر وفي الأيام يسقسوا عليا، والهدايا اللي بعتوهم لي والله ما بالنحية المادية، نحية المادية ربي هو الرازق، هذه هي مش العبد هو الرازق، العبد فقط يعني سخروا ربي، لكن الناحية يعني المعنوية بسيشيك مون إنسان يكون يخدم ومرتاح ويخدم المورال طالع ما غير الصعوبات اللي يكونوا. وش نقول لك أختي نادية، يا ربي فرحك وإن شاء الله ربي يجعلها مباركة، إن شاء الله ربي يجعل القمر مباركة إن شاء الله عليكم وعلى الزوج، ولك تخيركم كما فرحتي المجموعة نتاعي كما فرحتيني، حتى يعني لو شوفير وفرحوه، لك تخيركم وربي يلاقيكم دائما بالناس الملاح، وربي يلاقينا دائما بالناس كما نتوما. صراحة أنا عندي حظ وفير مع الزبائن تاعي، كما نقول لكم دائما عندي 98% تاع الزبائن تاوعي، والله الشغل مخيرين، ربي عطاني على حسب قلبي الحمد لله يا ربي. وانتم ثاني زبائن تاوعي ان شاء الله ربي يفتح لكم ابواب الخير، وربي يرزقكم راكم متمنين، ربي يرزقكم من حيث لا تحتسبون، كما راكم تعاملون فينا معاملة طيبة، كما راكم طلعونا المعنويات، كما راكم دائما يعني تعاملونا كما خواتاتكم، ماشي كما شغل كاين اللي يعاملك كما الخدم. الله يحفظكم ويبارك لكم في مالكم ويعطيكم الصحة، وصافي بليزير اللي تعاملنا معاكم، الله يكثر خيركم والله يحلي أيامكم، ونتلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير. وأكيد دائما نسين ولا نحاول نحسن دائما من نفسي، مش يقول خلاص راني وصلت كأم ريان للأعراس شاف بربوشة سيام، راني معروفة خلاص، الإنسان يركب الكبر هذا، لا بالعكس، راهي مسؤولية كبيرة كما نقولوا رفدتها، الاسم تعبت عليه والمسؤولية راهي كبيرة، وإن شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم جميعا. كما قلنا نخدم الجزائر العاصمة البليدة وبومرداس بالمعن، والبنات اللي يغسلوا المعن واللي يسربوا، وفي الإيصال أكيد طياب وحده. سلام.